إزاي توزع كوبونات المبيعات على المندوبين؟ بدخل على أنظمة العملاء، عمليات العملاء، شاشة توزيع الكوبونات على المندوبين. بضغط على أيقونة الإضافة واختار نوع الكوبون. بعد كده في خانة رقم المندوب بضغط F9 واختار المندوب. أما بالنسبة لخانة رقم الكوبون بضغط F9 واختار الكوبون اللي تم توزيعه على المندوب. بضغط Enter وفي النهاية بعمل حفظ.